خلاص رمضان صديقي عزيزي المشاهد، وخلاص أيضا العيد. رانا نختنمو في حسنات شوال، ومازالوا فقط بضعة أيام ويخلاص شوال. صح يعني ما بقالوش شوال، ولكن مازالوا العام طويل. إذا ما اقتنتيش فرصة شهر شوال، نقول لك مازال العام طويل. فقط إذا كان جزء من قلبك حي، وإذا مازالوا في قلبك رحمة ربي، نقول لك والله 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 العظيم في يوم من الأيام راح تتغير حياتك للأحسن. ديري لنا جيم وخلي لي كومونتير وبارطاجي مع الأهل والأصدقاء، وراح ندخل مباشرة للفيديو. أنا هنا كما راكم تشوفوا الفول بعد ما غسلته ونحيت له جميع الأتربة والشوائب يعني اللي كانوا فيه، قطعته قطع صغيرة وحطيته في الكسكاس يفور، يعني فقط نملحه ونخليه يفور حتى يدخل الطياب. فيما يخص الطريقه اللي عطيتها لكم، راهي معتمدتها الوالده تاعي وعندي شحال وانا معتمدتها. راح يقعد الفول نتاعك محافظ على الطعم تاعو ومحافظ على النكهه نتاعو. والله تقولي هذا وين شريته؟ شوفوا انا الغالب تحتمت عليا اني نكونجليه، لانه عندي كونتيتي كبيره كما شفتوا معايا، يعني لازمني نكونجليه سينو راح يخسر معايا. هذه هي هذه التدبيره راهي ايفيكاس. شوفوا انا نخبيه يعني على العام. شوفوا نديرو مع الطعام، نديرو طبيخه، نديرو سلطه، لازم تكون طريقه الحفظ تاعو مناسبه باش يقعد معك يعني عام كامل. هذه هي، وما كاش كيما الخضروات الطازجه اللي فيها فوائد، فهمتوني؟ دي فوا فقط يعني تتحتم عليك يعني انك تكونجليها، يعني كي تكون عندك كونتيتي كبيره، سينو يعني تخسر معاك. هذا ما كان، يعني ان شاء الله كنت افدتكم في هذه التدبيره. وكما على بالكم حبيباتي، الفول راهو غذاء صحي وراهو يمتاز بالالياف، ورانا في وقته، يعني اذا ما اغتنمناهش وما كليناهش في الوقت تاعو، صدقوني راح تخسروا بزاف. شوفوا راهو ما شاء الله، راهو كما قال لك وجبه غذائيه ممتازه، يعني مليح خاصه للمرضى السكري، صدقوني فيه بزاف منفعه ليهم. وهذه هي، باش يكون الغذاء نتاعنا متوازن لازم نكثروا الالياف وننوعوا في الخضر. هنا بعد ما فار معايا الفول راهو يشهي واللون تاعو يعني مازالو خضر، مازالو الفول محافظ على اللون نتاعو. انا هنا كنت جبت دي ساشي دو كونجيلاسيون، ولا تحبي تجيبي دي بورت مونجي، يعني شوفي انتي مخيره. وشنو غلقي لي بورت مونجي نتاعك مليح، ولي ساشي تاني كوفريهم مليح هكذا، يعني باش ما يدخلوش الهواء، لانه كي يدخلو الهواء راح يكحل معك مع الوقت. انا درك هذه العمليه ولا هذه الطريقه اللي راني معتمدتها، الفول تاعي يعني يقعد خضر عام كامل. هنا البنات هذاك القجر نتاع لا كونجيلاسيون كنت هكذا حطيته، ولا بالطريقه هذه نساويه جيدا ونحطه في كونجيلاتور. ان شاء الله عجبتكم هذه التدبيره.